افتتحت محافظة مطروح محطة رفع أصرف الصحية الفرعية 7 إبلي الريفية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة. جاء ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح. وتعمل محطة الرفع الفرعية 7 إبلي الريفية بطاقة 5000 متر مكعب يوميا وبطاقة قصوى 13000 متر مكعب يوميا، حيث تبلغ الطاقة القصوى المستقبلية للمحطة 21000 متر مكعب يوميا. استكمال احتفالاتنا بالعيد القومي لمحافظة مطروح واستكمالا لاعمال الافتتاحات، بنفتتح النهارده محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة إبلي الريفية. وطبعا هذه المحطة بشبكة الصرف الصحي الخاصة بيها بتخدم مناطق إبلي الريفية ومنطقة غوط رباح وعزبة العسكر. المحطة دي إن شاء الله بإذن الله هي رابع محطة يتم افتتاحها خلال الأعياد القومية مدينة مطروح. بتصل نسبة التغطية بدخول المحطة دي إن شاء الله للخدمة إلى 90% من سكان مدينة مطروح، وده طبعا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.